مساكم الله بالخير وحياكم الله ومشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج بلنتي، وهالمرة بعد انتصار ليفربول بثنائية على فياريال. اليوم إن شاء الله حلقتنا راح تكون عن الشامبيونز ليج، واللي راح نتطرق لها العدة مواضيع موجودة على الساحة حاليا. وطبعا قبل ما نلش لازم نرحب في الغالي واستاذنا الغالي عبد العزيز الكوت. هلا والله مالك، يعطيك العافيه وقواك الله، ومبارك لجماهير ليفربول مقدما، ونقول ان شاء الله تكون حلقه حلوه نفس مباراه امس الحلوه عليك اكيد، وما شاء الله عليك متالق يميني ويساري وفوقي وتحتي كل مره. تسلم يا عبد العزيز، وهذا يدل على وجود تعدد المراكز. يعني اليوم احنا الكابتن عادل صراحة يعني هو دائما حريص على ان اللاعب يكون مرن. هل تم استبعاد عادل؟ يعني هل في هذه اشاعات؟ هذه اشاعات يعني طالع اخبار والله تو. شوف هو اليوم في خبرين جزت انا قريت تو قاري ان عادل راح. هو في خبرين اليوم، لكن الخبرين اثنينهم انا انفيهم. الخبر الاول هو خبر رايولا اللي شروا ان الريال متوفي، هو ما هو متوفي، هو بحالة جيدة الحين حسب ما تكلم وغرد قبل شوي. ونفس الشيء يعني مع خبر كابتن عادل اللي قال انه مستبعد. ابدا مو مستبعد، مو مستبعد القرار ابدا، يعني ما له علاقة تأديبي شيء. لا 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 ماكو تأديب ولا ما شيء، في شيء. لا القرار كان قرار يعني لإراحة الكابتن عادل، لأن اليوم احنا عندنا عدة استحقاقات، عندنا يعني عدة مهام، مثل ما احنا عارفين ان اي واحد فينا يصلح يكون مقدم، اي واحد فينا يصلح يكون محلل. فالحمد لله يعني على وجود تعدد المراكز. وطبعا قبل ما نبلش حلقتنا ناخذ انترو دوري ابطال اوروبا. The Champions League. دوري ابطال اوروبا. يلعب كوره وجول، الهدف الاول لليفربول، الليبر المذهل، الليبر المهول، الليبر الغول، الليبر الوحش المجنون، يسجل 1-0 في الدقيقة 53. مرتاح يسير الثاني. ماذا قلت لكم؟ باري إيسيسي، باري إيسيسي، ليفربول. بلنتي دوري أبطال أوروبا. ليلة عشناها واستمتعنا فيها في الأنفيلد، واللي انتهت بثنائية حمراء من صالح ليفربول، واللي يتمتع فيها جماهير ليفربول. وشفنا مباراة جميلة، ممكن كان في إغلاق في الشوط الأول لكن لاحظنا أن ليفربول قدر أنه يسجل هدفين. طبعا قبل ما نبلش حديثنا عن المباراة نذكر بأرقام البرنامج. أرقام البرنامج 22-20-94. ودنا نسمع مشاركاتكم سواء كانوا عشاق ليفربول أو كل من شجع فياريال أو متضامن مع فياريال، وكذلك أي فريق متواجد في الشامبيونز ليج. وإذا ربع ميرو البرشلوني يودهم يشاركون بعد إحنا موجودين ونسمع لهم. كابتن عبد العزيز وجه كلمة للجمهور اللي حاب يشارك اليوم. نقول لهم حياكم الله، سمعونا أراءكم في مباراة أمس ومباراة أول أمس عموما في الشامبيونز ليج. اليوم هم عندنا مباراة قوية اليونايتد تشيلسي، خلنا نسمع قبل على قولتهم الويكند، خلنا نسمع شنو اللي صار بهالأسبوع. يا ريت الجمهور يشاركنا 22-20-94. وعندنا هم محمد الفيتاوي جاينا بالدرب، يا سلام متأخر. يا سلام بس كله متأخر. اي والله كله يعني متأخر، تعودنا عليه وعلى تأخيره وحياه الله. يعني اليوم انا صراحه احتمال يعني اتخذ اجراء تأديبي، يعني الامور اللي قاعد تصير يعني. أيوة انا التأخير صراحه يعني بالفعل ما اقبل فيه. فهي رساله لمحمد الفيتاوي اللي هو حاليا يسمعنا في الراديو. بالفعل قاعد يسمعنا في الراديو، فنقول له يعني ما عليك عقوبه، ما له داعي السرعه، بس انك تعال. بس ايه الفطور عليه، يمكن نخلي الفطور عليه، ممكن الفطور عليه. اعتقد ممكن ان هذا الحل الامثل، ونطيح العقوبات وكنا ما شفنا شيء. خلاص العشر الاواخر العشر الاواخر. اي يعني احنا شهر تسامح وشهر خير مثل ما احنا عارفين. طبعا عندنا اتصال، نقول الو. مساء الخير استاذ مالك، تفضل بعدكم. مساء النور دكتور. دكتور ايوه يوسف عدنان العنزي. ونعم والله دكتور، حياك الله. تحياتي للاخ العزيز عبد العزيز الكوت المحلل الجميل الوسيم. حياك الله دكتور حبيبي، بس مو اوسم مني يعني. لأثنينكم حلوين ونحبكم. الله يحفظك، الله يحفظك دكتور، والهالين على صوتك، نبي نسمع تحليلك. لا على طول إن شاء الله. أنا شفت أمس المباراة، المباراة من طرف واحد يعني معروف النتيجة. الحين ليفربول حط قدم في النهائي ويستاهل، هو أقوى والأفضل، وأفضل لاعب في المباراة بالنسبة لي ماني، لأنه هو اللي حط الهدف الثاني بطريقة جميلة جدا صراحة. تكنيك يعني رائع وتحرك حلو من ماني. صح ممكن لاعب يعني، بس يعني بوز اللابشين حطها بالزاوية يعني صراحة بالضبط. ممكن لاعب ممكن يحط هذا قبل حارس المرمى. وشيء الثاني بالنسبة للتشيلسي،
اي بالنسبه حق تشيلسي ويونايتد اتوقع تشيلسي 3-1. اتوقع تشيلسي 3-1 خصوصا يونايتد عندهم غيابات. صح صح لان ما عندهم 14 لاعب حسب ما سمعت، 14 لاعب بس عندهم على الدكه يعني، فتراوي تشيلسي هو الاقرب للفوز. ودكتور في راي لازم اسمعه عن مباراه مدريد ومان سيتي. انا اقول شيء، طبعا انا برشلوني غوارديولا يعني السيتي. صح زين. شوف الفرص، العشر فرص محققه حق المان سيتي حط 4 اقوال، المدريد 3 فرص حط 3 اقوال. استغل كل الفرص يعني، اي 3 فرص 3 اقوال. السيتي 10 فرص حط 4 اقوال. المباراه الجايه راح تكون وين؟ في مدريد برنابيو. نعم عدد. السيتي راح يقول، بس هل راح يكون الفرق 2؟ ما اعتقد، اعتقد واتمنى ان السيتي راح يحسمها. يعني توقعاتك وتمنياتك للسيتي؟ نعم يمكن 2-1 3-1 للسيتي. انزين في مباراة مان سيتي وريال مدريد اللوم كان اكثر على منو؟ والله شوف الضغط كان على السيتي، لان السيتي بين ارضه وجماهيره ومن بداية صراحة قدم مباراة كبيرة السيتي. صح. لكن المشكلة قاعد يضيعون من 10 فرص 4 اقوال، يعني لو حاطين دولين 3. واخطاء دفاعية سهلة دكتور بعد، اخطاء الدفاعية كانت صراحة سهلة. بالضبط لابورت الجولين منه، الجولين ايوه الثاني. صح. صح. زين اوكي انت صح. المدافع ليش ما سويت عقلت المهاجم مال هذا مدريد، او انت لابورت ليش ما رحت عليه، ليش رحت تصوب الحارس؟ شيء غريب تصرف، على تصرف غريب صراحة. والأسوأ حارس المرمى ما أدري شو يسوي حارس المرمى. صحيح. يعني قاعد بالجول يصور سيلفي، اطلع على المهاجم دش عليه ضايق على الزاوية أنت ولا بورتا. صحيح صح. هدرسون يعني طلع تقرير بعد المباراة أنه هو تمركزه ما يغلق جميع الزوايا على اللاعبين، وهذا عيب في هدرسون، يمكن هو اللي ما يذكر شيء اللعب بالقدمين، لكن إلى الآن يعني هو ما يجيد إغلاق الزوايا. لا لا سيء حارس المرمى، لكن إن شاء الله الأربعاء القادم راح نشوف مباراة حلوة وجميلة إن شاء الله. بس أهم شيء نسمع رأيك، نشوف سواء يعني تأهل مدريد أو تأهل السيتي. أكيد أنا كل يوم أدق عليكم ونتشرف سماع أصواتكم الجميلة. الله يتشرف يا دكتور، لا تستمتع دائما حبيبنا. تسلم. شكرا شكرا دكتور، تحياتي لكم وتقبل الله طاعتكم أجمعين يا صالح الأعمال. تسلم. عندنا اتصال آخر ونقول ألو. ألو ساكم الله بالخير. ساك الله بالنور. حياك الله. يا هلا بالشباب، شلونكم؟ حياك الله، شخباركم؟ مبروك الفوز أمس، فوز المتوقع. بس أول شيء منو معانا، منو تشجع؟ علي، علي السكاوزي. علي السكاوزي. أنا بس بعرف المشاهدين فيك لأن احنا عارفينك أنت ما شاء الله تفاؤلك وايد حلو علي. بإذن الله إن شاء الله. أنا قلت لكم شيء سبيشل راح يصير يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. لا صار صار، ها ها بدأت المفاوضات. في قاعد يجددون وياه، قاعد يجددون وياه، خلاص خلصت. أنتوا وين راح بالكم؟ أنا راح بالي شوي على أدري شوي. منو قاعد يجددون ويا منو؟ يا حبيبي كلوب، إيش فيك؟ أنا كلوب. كلوب يا عزيزي رسمي. إيه إيه هذه إيه تقريبا إيه يعني هو أبدأ إن يبي يستمر مع ليفربول. مو طلع قبل فترة طيب. وقال إن أبي أطلع ب 2025. قال أبي أريح. صحيح قال أبي أريح، عقبها بدرب المنتخب. عدل عدل صح. إيه لكن الحين أي نعم، وأمس التشيرمان كان موجود بالمباراة، وكيل أعمال كلوب هم كان قاعد يمه، فالمؤشرات كلها إيجابية. يعني هل هو راح يكون السير القادم عندنا بليفربول؟ والله كلمة كبيرة، بس أنا أقول يعني بس يمشي بيصير السير. ما أرضى على داقليش، لكن يستاهل كلوب. والله يستاهل كلوب. اللي سواه يعني خلق فريق يعني الكل يهاب، سواء محليا أو أوروبيا يعني. عادل صحيح. وهذه تكفي. مبروك نتيجة أمس. شلون المباراة؟ أنا سمعت متصل عطى لازيز قال جاتوزو. انا اقول هو اندري اغاسي التنس. ايه هذا هذا لقب حلو. الوالد من عشاق اغاسي راح يرضى. الوالد شفت شلون؟ كفو والله كفو. بعد تدري اصوله امريكيه نفسك. ها نفس اصول قراب من بعض. ايه وغير كذي انت عزيز الكوت البادل يا عزيز. حاضرين بحسين. لعبته بطوله شيء موجود. شلون المباراة أبو حسين؟ شلون المباراة؟ والله كان ودنا أكثر للأمانة. 2-0 مو كافي، لكن قدها إن شاء الله. يقدر يريح بالإياب، يقدر يريح لاعبين، يقدر يدور ولا لا؟ ما أظن والله. ما في مجال. ممكن
ممكن يقعد كانوتي ويلعب مات بمكانه. انا للحين بسالكم سؤال، منو تشوفون افضل يعني، او منو تشوفون الباك فور يعني؟ والله اوكي خالصين روبرتسون صراحه ما حد يدري منو الباك فور، ولا الثري اللي قدام ولا الثري اللي بالنص. كيف الكلوب اللي يعطهم يصيرون احسن، اللي يعطهم يصير احسن. بس صراحه كوناتي وماتب وايد متشابهين يعني. منو تفضل يعني اذا الاثنين جاهزين بالوقت الحالي؟ اقول كوناتي ممكن عشان المستقبل. انا احب ماتب اكثر لان صعدتها بالكره وايد احبها، لما يركض بالكره احب ماتب. بس احس ما تب اركد شوي مع الكرات شوي، ساعات يكون مندفع ياخذ مندفع. بس صراحه نقطه مالك صج حلوه، اللي هي كوناتي بعمره هذا شيء غريب اللي قاعد يخدمه صراحه بعمره. طبعا يعني مستقبل دفاع مريح هذا لليفربول وللعالم كله يعني. باذن الله باذن الله. حبيبي ابو حسين مشكور على المداخله، مبروك وتمنياتنا حق البلوز اليوم، ما نحبهم الثانيين. يا رب اللهم امين. انا محايد ما اقدر اقول شيء علي. يبيع اليوم العاده هناك تعرش، العاده هناك تعرش، هذاك هناك المكان هو مكان التعرش. الشغف وما يشوف ما يشوف شر ان شاء الله. المشري ما يشوف شر، الشر ما يجيك ان شاء الله، والمشري ما في شيء الا تخسر. واتفق معاكم في نهايه الحلقه، ماني قايل شنو قلته بس اتفق معاكم اللي قلت نهايه الحلقه. اسمع يا عادل، اسمع يا عادل، مع السلامه. حبيبي علي الله يعطيك العافيه صراحه، وناس الاتصالات هذه كابتن عبد العزيز اكيد احلى يعني، ما في تحس ان احنا اسره واحده. تفاعل الجمهور دائما هو احلى شيء بصراحه، اضافات ونتعلم والله. واليوم لما تطلع مالك وتفاعلك مع الجمهور، يوم سواء هني عندنا في المارينا او لما تروح اي مكان دواوين وهذا، تفاعل الجمهور واتصالات الجمهور ومسجات. يمكن انا وانا اتكلم دائما في ناس تسال على التليفون، دائما الربع يمكن دائما تعليقات وقطات والناس بتويتر وانستغرام. ف هذه حلاوة كابتن عبد العزيز. ويقول لنا أبو طلال، سحر ليالي الأنفيلد يتواصل بالأمس مع انتصار مهم لليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، يبقى الأمر معلقا حتى جولة الإياب الثلاثاء المقبل. هل الريدز قدم وجه البطل في لقاء الأمس كابتن عبد العزيز؟ إيه أنا أعتقد إيه، لأن أمس يعني ممكن بعض ما يعني ما حب المباراة بالأخص الشوط الأول وقالوا ليفربول، ولكن أمس قوة ليفربول أمانة يعني مالك، أمس أنا فكرت بنقطتين، قوة ليفربول واللي حجمت من فياريال. يعني اللي أمس تشوف فياريال يقول هذا فريق شلون وصل نص نهائي، شلون قدر يطق اليوفي، شلون قدر يطق البايرن. لكن قبل لا تشوف هذه، شوف القوة والفاعلية كبيرة لدى ليفربول، الضغط العكسي اللي مارسه ليفربول، الضغط العالي اللي مارسه ليفربول، اغلاق جميع المنافذ. شفنا لو سلسل لما يستلم كرة شلون اقتراب اللاعبين، لانه يدرون انه ممكن هو اللاعب الفني الوحيد اللي يطلع من نص الملعب، وفي كرة حاول يطلع فيها من نص الملعب لكن كان هناك خشونة، كان في هناك قوة امانة. عمل اللي عمله كلوب مع هذا الفريق عمل يدرس جدا. دائما ومساع يمكن انا اتفق ويا علي، ليه اليوم منو الثلاثي الاساسي اللي قدام ما تدري مالك؟ صح، كل الثلاثي صح. لو تحط صلاح فيرمينيو ماني، صلاح ماني دياز، صلاح يعني جوت ماني، الامور سهله جدا في ليفربول. نفس الثلاثي اللي في الوسط، امس لما لعب هندرسون عنده صفات اقل، لكن ما تحس ان الفريق فيه مشاكل. الرباعي اللي بتوى قالهم علي، كوناتي او ماتب، فهذا التنوع وهذا هذه القوه اللي اعطت ليفربول في المداوره وفي الراحه مو موجوده اليوم في اي فريق في العالم. اقترابه من الوصول للنهائي، اقترابه من جميع البطولات، هو بحد ذاته شيء يدرس قدمه بصراحه كلوب مع ليفربول اليوم. يعني في موضوع وايد متداول، هو موضوع شخصيه البطل كابتن عبد العزيز. يعني وايد مثلا تداول اذا مدريد مثلا رجع بالنتيجه او ليفربول رجع بالنتيجه وقدر انه يحقق الانتصار، ايش رايك بمسمى شخصيه البطل؟ مسمى حلو، مسمى مهم جدا، وبالفعل انت تشعر فيه مع تولد الانتصارات ومع كسب الثقة. في ناس بقت تطنز أو تقول لك شنو معنات إن هل معنى في لاعب بطل وفي لاعب مو بطل؟ أي نعم، في لاعب يكسب الثقة مالك. اليوم أنت لما تلعب في على رتم عالي دائما وتنافس على البطولات وموجود في البطولات وتحقق الفوز بشكل مستمر، هذا الأتموسفير هذا يكون موجود، يزرع في غرفة الملابس، يزرع لدى اللاعبين، يزرع حتى لدى الجماهير. جماهير ليفربول قبل 5 سنوات أو 7 سنوات لما تنافس على الدوري ترفع لافتة ميك أس دريم،
فعلا. خلونا نحلم، مو يمكن ما نجيب الدوري بس نبي نحلم انه يمكن نجيب الدوري. كان عندهم حلم انه يقتربون او ينافسون على الدوري. اليوم جمهور ليفربول صار ما يرضى الا بثلاثيه وبرباعيه، هذا تغيير الثقه وتغيير الثقافه، هذا اللي انت تقول عنه اللي هو شخصيه البطل. فهذه شلون صارت؟ صارت متراكبه على الكل، وتشوفها على فترات، تشوفها فتره عندنا في الكويت جمهور النادي العربي ولاعبين العربي، بعدها تشوف لاعبين القادسيه وجمهور القادسيه، اليوم تشوف نادي الكويت جمهور، ونفس الشيء في الخارج لما تشوف ليفربول فتره، اي سي ميلان فتره، بايرن، برشلونه في 2006 و2008 و2010 ما حد يكلم جمهور برشلونه، واليوم ما حد يكلم جمهور السيتي جمهور. فتولد الثقه وكسب اهم شيء في كره القدم، هذا الشيء يغطي العيوب. اليوم تشوف هندرسون بامكانيات بسيطه لكن تشوفه واثق من نفسه في الملعب، وجميع لاعبين ليفربول ممكن اليوم اي لاعب لو تشيله من لاعبين ليفربول في اي نادي ممكن تشوفه ما هو اللاعب السوبر، لكن في ليفربول تشعر انه. الاتصالات امس في واحد من المتصلين قال ليفربول الوحيد اللي ما تحس فيه ثغره، ما تحس فيه غلطه، ما تحس فيه، مو هي كلها عوامل اجتمعت لدى اللاعبين مع المدرب مع النادي كله. فاليوم قاعد نشوف هذه الشخصيه القويه لدى ليفربول في اي مباراه، يقدر يعود، يقدر يسجل، يقدر يسوي اللي يبيه. هو وايد مدربين يعني يذكروا موضوع الشخصيه، يمكن دائما تشافي تشوفه بعد اللقاءات يقول لك كاركتر، او كلوب او زيدان او انشيلوتي، او يعني كثير من المدربين يذكروا موضوع شخصيه البطل. اعتقد ان لها خصائص معينه، يعني موضوع شخصية البطل أنه يعني مهما كان متعرض النتيجة، يعني نفس مدريد مثلا كان متأخر في النتيجة لكن قدر يرجع أثناء المباراة، هني هذه نسميها شخصية البطل. أكيد. أو الفريق اللي قادر يسجل حتى في آخر دقائق، يعني مثلا إحنا نشوف الفرق المتألقة دائما يكونون في آخر دقائق موجودين حاضرين ذهنيا، ما يتأثرون بالضغوطات الموجودة، يتغلبون على كل العقبات اللي ممكن تواجههم أثناء المباراة ويبدأ تسجيل الأهداف. أعتقد أنه وايد من هالأمور تعتبر شخصية البطل. نفس الشيء عدم الاستهزاء بالخصم، ممكن تجيك خصم أقل منك فنيا لكن أنت تواجهه بالاحترام، ومن الاحترام هذا تبدأ تحقق النتائج، تستمر في سلسلة انتصارات. أعتقد أنه وايد أمور هي تكون موضوع شخصية البطل مالك. اللي هو متداول وموجود حاليا وتنعكس على الجماهير مالك. وانت يمكن صح. اليوم لما هل انت اليوم لما تفكر بليفربول او تغرد على ليفربول نفس قبل 10 سنوات او مختلف. 5 سنوات مختلف نفسيا لما تشوف المباراة، قبل تشوف ليفربول عادي فقط لكن اليوم يختلف. اخذ اتصال مالك، هدية مني لك. رد عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. لونك يا الحبيب. الله يسلمك. طاب لونك حبيبي. شبارك؟ ايش فيكم على ليفربول؟ ايش فيكم عليه؟ ايش فيكم عليه ليفربول؟ ما حد يقدر عليه، ما حد يقدر عليه الحين خلاص. ايه طبعا ما حد يقدر عليه. عرفنا اول شيء منو معانا؟ ابو عبد الله. ونعم يا ابو عبد الله. عبد الله حياك الله. انا بالليفربولي بحتي. من متى ابو عبد الله؟ قل لي. من زمان. يعني من اول ما طلع النادي. من اول بطل على النادي. زين ابو عبد الله، ابو عبد الله احنا نتكلم على شخصيه البطل، هل انت ليفربول نفسه من كنت تشجع عليه اليوم؟ شنو اللي تغير انت شخصيا؟ لا تغير. انت كجمهور تغير 180 درجه تغير عن قبل، يعني قام يتطور شوي شوي، يعني تطور 180 درجه عن قبل. صرت واثق من الفوز ابو عبد الله؟ ها هلا، صرت واثق بالفوز دائما تحس نفسك؟ اي طبعا. عقب مباراة أمس ليفربول خلاص بالنهائي يبقى الكاس حق ليفربول. كاس خاصين. خلاص طبعا. المفروض محمد صلاح يروح يستلم الكاس ويروح البيت. تبي السيتي ولا تبي ريال بالنهائي؟ أبي الريال عشان أمسخرهم. في ثار بينك وبينهم ها؟ أبو عبد الله أفا عليك. ثار دموي. والدوري أبو عبد الله. أبو عبد الله وينه؟ اي دوري؟ دوري انجليزي. وين انجليزي؟ السيتي رايح. لا رايح حق ليفربول ان شاء الله. بعد ليفربول بعد. هذه شخصيه البطل. زين من اللي يطيح السيتي؟ من اللي يطيح السيتي ابو عبد الله؟ ليفربول. حبيبي ابو عبد الله مشكور جدا على اتصالك. ابو عبد الله مشكور. ابو عبد الله يعطيك العافيه. كابتن عبد العزيز، في مباريات من هالنوع تحتاج للصبر لتحقيق الفوز، وهذا اللي اشتغل عليه ليفربول. يعني كنت في الشوط الاول كانت النتيجه 0-0، ممكن البعض قال ان فياريال يعني اجاد اغلاق المساحات امام ليفربول. صحيح. وقدر انه يحد من الخطوره. مالك فعوده ليفربول في الشوط الثاني، هل هذا دليل على نضج الفريق؟ اكيد. وعلى شوف، يمكن كلوب ما غير لكن غير بعض المهام امانه في الشوط الاول. انا اللي لاحظت نوعا ما
البيلد اب كان من الخلف كان مختلف عن الشوط الثاني. البيلد اب كان شنو كان الاختلاف؟ كان هندرسون نوعا ما يقوم فيه اكثر، كان قريب من فابينو. تياغو نفس الشيء. الشوط الثاني حرر هندرسون وتياغو للدخول اكثر للعمق، للدخول اكثر لشغل المساحه اكثر بين الخطوط، فعطى عمق اكثر لصلاح، لماني، لدياز، وكذلك صعد الأطراف أكثر لروبرتسون وجهة اليمين ترينت أرنولد. فهذا كله عطى خلينا نقول زيادة عددية في ملعب فيا ريال، فنوع الحلول، فلذلك صارت الفرص أخطر، لذلك صار الوصول للمرمى أسهل، صارت النزعة الهجومية أفضل. هي نفس الشيء في الشوط الأول، في استحواذ في الشوط الثاني، في استحواذ، لكن الفرص في الشوط الأول تشعر أنها خجولة مالك، ما تشعر أن ليفربول قادر انه يسجل باي لحظه. في الشوط الثاني انعكس هذا 180 درجه، ليفربول صار اقرب من الجول، ليفربول الكره الثانيه والكره الثالثه على مدى اللي في الامام ترجع ايضا لجماهير ليفربول. فلذلك امانه تغييرات بسيطه من كلوب دائما يعني تعمل الفارق، ولذلك بعطيك هديه ثانيه. اتصال، يلا اخر، يلا تستاهل كابتن عبد العزيز. ناخذ اتصال نقول الو. مساكم الخير، مساك الله بالنور، حياك الله، منو معاي؟ ناصر وياك. والنعم والنعم ناصر، حياك الله. الله يحييك، مبروك الفوز أمس ليفربول، ومبروك لك. الله يبارك فيك. نتيجة كانت متوقعة صراحة، وكافية ناصر. والله كان ودنا أكثر، لكن إن شاء الله إنها لكن هي تشوفها مريحة، يعني مريحة. نعم، وليفربول يعني عينه على النهائي إن شاء الله. حلو. في نقطة أنت ذكرتها وايد عجبتني صراحة، لما قلت إن اللاعبين هم كمنظومة، يعني لو تشيل لاعب توديه فريق ثاني ما راح يكون سوبر ستار. صح، 100%. صح، المنظومة يعني مظهر اللاعبين بشكل أفضل، وكل صحيح. تخدم كل لاعب وإمكانياته وخصائص اللاعب. نعم نعم صحيح، يعني مثل ما قلت أنت لو تشيل لاعب توديه نادي ثاني ما راح يكون يعني ما نفس الشكل. صح بالضبط، إيه راح يكون يأدل عليه، لكن نفس ما راح يكون نفس مستوى في ليفربول. يعني ناصر، يقدر كلوب في لعبة الإياب يريح نفس ما سوى مع بنفيكا في لعبة الإياب؟ والله أنا أتمنى أنه يريح، لكن تدري أنت عنده 5 تبديلات، فممكن يجازف هالشيء حكم أنه مشوار. أتوقع أن مباراتنا بعد يوم الثلاثة في ريال راح تكون مع توتنهام إذا ما خاب ظني. إحنا عندنا السبت ضد نيوكاسل، وبعد ضد ريال مره ثانيه، بعد ضد توتنهام، 3 مباريات. نعم. صعبه امانه. انا اشوف انه ممكن مو يجازف، لكن ممكن انه يريح 2 أو 3، يعني ممكن تصير مداوره، لكن مو مداوره اللي تاثر على الفريق بشكل صحيح. كبير يعني تبقى الثلاث الهجوم صحيح. ممكن تدور فيه كذلك، يعني انت متب مثلا وكوناتي ممكن تدور فيهم، خط الوسط نفس الشيء. يعني ممكن هندرسون، انت كليفربول لعبت مباريات اكثر من السيتي هالموسم. صح وصولك النهائي في جميع الكؤوس. صحيح، في جميع الكؤوس، واتوقع بعد اينا صحيح وصوله في النهائي في جميع الكؤوس، هذه عطتها انه شويه لعب او ضغط مباريات ليفربول اكثر من السيتي. بالفعل نتمنى انه يضيع نقاط السيتي، وما زلت متمسك ان جرار جول اللي راح يسويها، يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مشكور ناصر على مداخلتك. في تويتر ما ادري اذا شفتوه ولا لا، اللي ان كوتينيو يسجل باخر دقيقه، ما ادري شفتوا الفيديو هذا. هذا اللي صار، يمكن مالك يطب مني من المارينا. لا لا الله يستر، مو بس مالك والله كلنا اذا صار هالسيناريو هذا. ان شاء الله ننتظره، السيناريو يكون حق ليفربول. ننتظره ان شاء الله وتكون انت ويانا وناخذ اتصالك وقتها. مشكور. اتصال ثاني مالك، تفضل. عندنا اتصال اخر ونقول الو. الو، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، حياك الله، منو معاي؟ الله يحييك، وياك محمد. ونعم ونعم الله. انا بس كنت حاب اتكلم عن ليفربول صراحه. منو تشجع محمد؟ ليفربولي؟ والله لا، انا اشجع ارسنال، يعني راح ان شاء الله قادمون. لكن ان شاء الله يا ارسنال ان شاء الله. نعم، لكن صراحه حاب اتكلم عن ليفربول، هذا الفريق اللي نوعا ما صراحه وصل حق الكمال الكروي مثل ما يقولون. يعني صراحه اللي يشوف ليفربول والأداء اللي يعني عندهم، يعني عناصر ومدرب وعندهم أكثر من حل. يعني حتى تو أخوي عبد العزيز قال إن الشوط الثاني طلع بطريقة أخرى ولقى حلول ثانية. يعني ففريق صراحة يعني من كل الجهات، من يعني حتى أنا شفت أوسيات إحصائية غريبة شوي، ما أدري تعرفونها لا، إن ليفربول أقوى دفاع بالخمس دوريات الكبرى، دخل عليه بس 30 هدف حتى الآن.
فهذا اي نعم فهذا رقم صراحه يعني يخوف جدا، يعني رغم ان احنا دائما نتكلم عن صلاح وماني والهجوم ولويز وجوتا، لكن بالخلف يعني عندهم صراحه يعني اداء دفاعي كبير جدا. فصراحه انا اعتقد يعني حتى لو الحين لو تسالني تقول لي منو افضل بالنسبه لك ليفربول او السيتي هذا الموسم، انا وجهه نظري اشوف ليفربول يعني كعبه نوعا ما شويه اعلى من السيتي بشكل عام، يعني في اغلب المباريات او في مجريات المباريات يعني عنده حلول اكثر من السيتي او يقدر يطلع من نتائج، والافضل من السيتي ايضا من الناحيه الدفاعيه يعني يقدر يدافع افضل من السيتي والاهداف تدش عليه اقل من السيتي. فانا بالنسبه لي اشوف ليفربول صراحه هو الاقرب انه يمكن يحقق المفاجاه ويحقق الاربع بطولات اللي قاعد يحلبون فيها، والله يعيننا على جمهور ليفربول. لا ما عليك ما عليك الله يعيننا على ما عليك هو بدون شيء صاير مغرور بالك. لا لا ايش دعوه ادق عليه ما يرد صاير الحين. بالعكس انا يعني من الناس الداعمين لازم حياك الله حياك الله تفضل رحب بضيفنا مشكورين حياك الله. انا بس نقطه عليكم بس متاخر تفضل رفع عليك. أنا بس ودي أقول حق أخوي عبد العزيز صراحة يعني نقطتك على سالفة رونالدو أنا وياك مليونين بالمية، أنا ودي أكلمك من زمان على هذه النقطة. هو وده يرفع الطبعة بس في سبب يمنع. يعني الهجوم اللي صار مو على شخصك يعني على الفكرة، أنا صراحة ما أدري، أنا قاعد أشوف وجهة نظري قريبة حيل أو نفس وجهة نظرك إنه رونالدو كانت نقطة خاطئة من الإدارة، الإدارة كان واضح إنه متجهين حق إنه يعتمدون على الشباب، فجأة ياهم رونالدو واختلطت كل الأوراق تفهم. وقاعد أشوف النتائج يعني قاعد أشوف النتائج الحين مانشستر يونايتد نعم نعم يعني واضح الموضوع واضح جدا وشكرا على نقطتك صراحة كانت موفقة موفقة الأرسنالي ويعطيك العافية وفالكم دوري الأبطال بز الحمد لله بعد مرور نهاية الموسم في يعني لا تحاتي عبد العزيز راح يلك راح يلك آخر خمس دقائق البرنامج بدش معاكم موضوع كريستيانو يلا تفضل بما أني محاور اليوم لازم أعطيك هدية ضيف الليلة الحين بس أول شيء بنرحب بالضيف الغالي الجميل الراقي اللي لابس تيشيرت هذا مدحت عشان تيشيرت عشان تيشيرت لأن أمس ما كذي ما مدحت منور كابتن محمد هلا والله هلا مالك مساء عليكم مساء على عزيز وعلى الأخوة المستمعين والمشاهدين يعطيك العافية مبروك فوز ليفر أمس وتستاهلون وأنا بس أخلي عبد العزيز يقول الله يبارك فيك لأني محايد الحين أنا ودي المباراة النهائية تصير بين ريال مدريد وليفربول وأنا أكون أنا المقدم راح أخذ أنا دور التقديم والله يا خوفك الخسر لحظة أنت منو تشجع برشلونة ويا ميرو ما أسمع لا باريس باريس نسيت باريس وبرشلونة وميسي ب2003 13 أيه؟ لما رحنا قطر صح. كان لابس فانيلة ليفربول لاعبين ليفربول ما يلبسونها طقمنا كان حلو تاريخي كان وياي عزيز الروميت دائما اشجع عزيز الروميت زين محمود البيجاما مالته فانيلة ليفربول ما يصير يعني محمد انا دائما اشجع الفريق لما يكون ضعيف ما احب اقول ان انا اشجع ليفربول الحين هو فايز وتاريخ انا بالطيحه الحين برشلونه بالطيحه اي فريق طايح عبد العزيز موجود وترى صار عزيز كوز عندي لا حول دش بالبرنامج دش بالبرنامج دش بالبرنامج بما ان الكابتن محمد وصل ميرو عطنا فلاش توقعات الامس توقعاتك المباراة عبد العزيز 3-1 ليفربول 3-1 ليفربول محمد 2-0 2-0 ليفربول حلو ممتاز بلنتي بلنتي دوري ابطال اوروبا مثل ما سمعتوا مثل ما سمعتوا من اللي جاب التوقع الصح كابتن محمد وهو قاعد مكاني فتنحسب لي النقطه بعد صح كابتن عبد العزيز ليش اخطات ليش ما توقعت ليفربول يطلع بكلين شيت انا اشوف ان قراءه فنيه سيئه منك صراحه كان عندنا ضيف فكنت حاب اني اعطيه نقطه هديه الفرصه والحين انزل لي الحين انزل لي ترى مو غريبه يعني مو اول مره صح لا لا غريب هذا بتوقعات صدق محليه امانه انا اعترف ان ريال شكرا يعني يخرع بهالسالفه يخرع هو امس يعني اعطى تصريح خطير قال ان النهائي ريال وليفربول والريال هو اللي بيفوز وحيحط اقوال لا تبي يحط اقوال يحط الحين شنو قلت؟ قلت اذا السيتي وصل النهائي صح السيتي وصل النهائي وامير وخلها عندك هذه اذا السيتي وصل النهائي حتى لو كان ليفربول انا احب يعني ترى ما اكره ليفربول والله احبهم واحنا نحبك اكثر السيتي راح ياخذ البطوله زين واذا الريال واذا الريال الريال اذا الريال ما الريال ما حد يطوله الريال ما حد يطوله شلون السيتي بيوصل نهائي زين اذا وصل اذا زين الدوري الانجليزي ماكو احساس يمين يسار والله الكفه رايحه حق ليفربول
دوري انجليزي صار اليوم مانشيتات قويه الكف صراحه عبد العزيز. السيتي ترى ممكن مباراه ليدز تضيع. تصريح خطير. اعتقد انه تشتت يعني من مباراه الريال اثرت بشكل كبير. رده فعل جوارديولا كانت غريبه جدا مع انه هو فايز, بس رده الفعل والرياكشن هو قاعد يشوف شيء يعني الجمهور ما يشوفه. يعني هو حس بالخطر صراحه, يعني مع انه رغم انه فايز شوفه كل ما يفرق بهدفين تشوف فرحته افضل. صح. فنهايه المباراه هو ما كان سعيد بالضبط لان الفرق 1-0. اي الفرق 1. فهذه لها تراكمات, ممكن راح يعاني الحين في عمليه الدوري, ما راح يقدر يريح وهو مضغوط من اكثر من جهه. فهذا تصريح خطير. والعكس تماما, ليفربول يمكن امس تكلمنا بالحلقه قلنا ليفربول ما عنده اي مشكله يلعب اي لاعب, والدليل اللي عمله كلوب امس 2-0 حس انه مريح, بدا يريح اللاعبين يعمل ريكفري لهم. صح. بعد دقائق معينه. فالثقه هذه وبعمل المنظومه اللي عملها كلوب انا ما استغربت منها. يعني في بعض الجمهور يمكن استغرب شلون بدل الاساسيين وكذا رغم انه فايز بس وريح وما تغير, عارف امكانيات اللي بيدخلون. ايه حتى اوريجي اللي ما لعب صار له فتره لما يلعب عادي يسجل لانه ماشي على منظومه يعني انا احب المدرب اللي يعمل على المنظومه وليس على الفرد. بالضبط. يعني ما اعتمد على لاعب تكتيكيا تنكسر المنظومه بعدين يعني امس عزيز قاعد اسمعه يقول هندرسون رغم امكانياته البسيطه بس تشوفه بالمنظومه لاعب مؤثر ولاعب جدا مميز. انا ما شفت ولا عمري شفت انا هندرسون يعمل اوفرلاب ولا مره شفته. فهذا اللي يدلك الابداع اللي عمله فعلا اللاعب في منظومه كلوب يعطي اهميه لكل اللاعبين الموجودين. حتى لو ترجع للتقييم في الابلكيشن سوفا ماتش شوف جميع اللاعبين 7 اغلب مباريات ليفربول كل اللاعبين 7 ما في لاعب يروح 9 بس كل اللاعبين 7. وهذا الكلام 8. اللي قلته امس قلت لك ولا خط من الخطوط تحس فيه انه في خلل ولا تحس فيه انه نقاط ضعف واضحه بالنسبه لليفربول كامل. وقلت لك الفريق اللي اليوم الكل يخشى الكل يخاف منه فريق ليفربول والله وصل مرحله يعني انا يعني اعتقد انها واصله للقمه القمه اذا حقق الرباعيه هذا الموسم من ضمنها دوري الابطال. اذا حقق الرباعيه راح يوصل للقمه. الخوف من الهبوط الموسم القادم او المواسم القادمه. فعلا كابتن محمد دائما يعني تجد صعوبات يعني في موضوع المحافظه على القمه والحفاظ على نفس الشغف والتعطش اللي موجود. طبعا احنا بناخذ احصائيه المباراه ونشوف الاحصائيه. طبعا هو يعني اذا تظهر لنا الاحصائيه راح نشوف ان تفوق واضح لليفربول. يعني لاحظوا معي شوف 20 محاوله ليفربول مقابل محاوله واحده فقط لفياريال. شوف الاستحواذ كابتن محمد يعني 71% مقابل 29 لفياريال. ايش رايك بالاحصائيات؟ يعني شوف حتى بعد ما تشوف هالارقام بسالك سؤال, وانت تشوف هالارقام ما تحس امس تقول شلون فياريال وصل هالدور بصراحه؟ هل هذا قوه ليفربول الكبيره او يعني معقوله؟ امس صراحه اللي اشوف فياريال انا ما شفت مباراتهم مع باين, شفت ملخص. نفس الشيء مع يوفنتوس, شلون هالفريق قدر يطلع يوفنتوس وقدر يطلع البايرن؟ شوف عزيز لكل مباراه ظروف ولكل مباراه في اي دور لها حسبه معينه. محمد امكانيات امس ما يعني فياريال ما تحس امس صراحه ما ادري يمكن مالك كونك شفت المباراه, هل حسيت في لحظه من اللحظات بخطوره او ما حسيت بخطوره صراحه؟ يعني من خلال 90 دقيقه هذه الاحصائيه تقريبا ترى نفس احصائيه السيتي مع اتلتيكو مدريد في الذهاب. نفس الاحصائيه ترى اتلتيكو مدريد ما امتلك الكره ولا هجم سدد على المرمى ولا سدد على المرمى. صح. فهذه الظروف اللي صارت مع فياريال صارت مع اتلتيكو مدريد واتلتيكو مدريد من الفرق اللي ممكن بالاياب تختلف ممكن الامور لان الملعب له دور. ملعب ليفربول يا جماعه الملعب رهيب, ملعب يخرع. جمهور ليفربول جمهور عنده حماس, يعني يعطي حماس للاعبين بشكل مو طبيعي. يا جماعه منو يرجع على برشلونه بالرومنتادا المشهوره لولا دعم الجمهور؟ ما شفنا هالشيء. يعني ملعب صعب, ملعب مرعب. صح. مرعب يعني جمهور يعني اقول لك كل فريق في مستوى العالم يتمنى جمهور مثل جمهور ليفربول. جمهور يا اخي يعطي طاقه للاعبين بشكل خيالي. انا مالك دائما يعطيني طاقه.
فاليوم يعني شوف حتى ريال مدريد دخل في موضوع في 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 مجاميع من الجمهور من الجماهير تكون شرسة تكون يعني مثل الرابطة متعصبين يعني في يقول لك في مجموعة في يشجعون بشغف في ريال مدريد من 2008 ما حضروا الملعب ما يعني الظاهر مانعينهم او شيء لانهم مشاغبين بشكل كبير مباراة السيتي قالوا لا نبيكم تحضرون بسبب محتاجينهم بالضبط ليش لان الجمهور يعني له دور كبير بالنسبه صح لحماس اللاعبين بجاسم اخذ اتصال بجاسم ناخذ اتصال ونقول الو الو السلام عليكم السلام يعطيكم العافيه مساكم الله بالخير حياك الله منو معي معك احمد اشكلاني والنعم المدريدي الله يسلمك هل عندك الفيلشاوي الفيلشاوي صاحبك بس عندك فيلشاوي احنا اللي صار معنا مباراة مدريد يعني باختصار هذا صار فينا يعني على الاخر واضح التعب الحمد لله شوف اللي صار توقعناه يعني كلنا توقعنا المدريدي وغير المدريدي وانتوا توقعتوا هالشيء اخطاء فرديه كنا خايفين منها اخطاء دفاعيه كنا خايفين منها بس انا في اشياء كنت مستغرب منها وايد استغربت ان طلع رودريجو وما ادى ليش ما ادى انت ليش مدخل كارفاخال اساسا شويه ثقيل ما راح يقدر على مان سيتي دخل فاسكس على الاقل يقدر يهجم صوب رودريجو يمكن يقول لك يمكن يصنع يمكن يهجم يمكن يدربك الدفاع ما استغربت ان فاسكس طول المباراه ما لعب ايش رايك محمد النقطه الثانيه كان ودك فاسكس يشارك لا شوف اشكراني يعطيك العافيه او شيء الله يعافيك شوف احنا الكل يدري ان مدريد في هذا الموسم عنده ظروف كثيره يعني حتى من بدايه الموسم ما اتوقع لا انت ولا يعني من اي جمهور من ريال مدريد متوقع حتى تحقق الدوري أكيد. كان هدف بس يعني حتى وصولك لهذا الدور يعتبر اعجاز بالنسبه لريال مدريد بالنسبه للسكواد الموجود يعني أكيد. انت حتى ما عندك بديل لاي لاعب يعني يصاب فكرفخال من ناحيه الدفاعيه افضل من فاسكيز صح فاسكيز لاعب حماسي ولاعب سريع يمتلك طاقه حتى من الناحيه الهجوميه انا اتفق معك شويه بس انت اشوف اخر فتره شوف لما فاسكيز يلعب شو يسوي اتفق معك شوف رودريجو لما يقول منو يبني الهجوم من صوب فاسكيز يروح يهجم انا مهاري اكثر من كرفخال واذا تلاحظ كرفخال في جول من الاقوال اذا ما غلطان الاول او الثاني أنا كنت أتوقع كرفخال كان في البيت بعدين يا صوب الدفاع أو كان جيتول بعدين يا يعني كان جدا متأخر ومشكلة ميليتاو يعني أنت واثق بنفسك بس ليش تخاف ميليتاو في خوف مو طبيعي بالجملة ميليتاو لما يقولون يحطون لي عادة على وجهه مستغرب زين أنت إحنا مستغرب مو أنت إيه لا يعني واضحة ميليتاو واضحة ألابا نفس الشيء ترى عنده أخطاء فردية كبيرة بس مشكلة يطلع لك بهد يطلع لك بكذا فالمشكله ان احنا واثقين في المباراه الثانيه يعني الياب واثق جدا مثل ما قال بنزيما راح تكون ليله ساحره احمد محمد ذكرنا في مشجعين كانوا معيهم 2008 وبيرجعون لسانتياغو برنابيو ايش رايك بتاثر احنا حتى لو احنا شوف احنا مثل الجمهور العربي كنا بالبيت نشجع خذينا الدوري فما نحاسي احنا فاهم قصدي ما نحاسي فعلا مدريد كان قوي يعني ما نقول لك لا مدريد تاريخ صح بس مشكله تصير لها هفات شويه ويتعدل بس انا سؤال اخير الحين شنو موضوع هدف بهدفين استمر لقوتر انا ما يستمر ما راح يستمر يعني شنو راح يكون بالمباراه الثانيه متى مدريد يفوز شنو نقاط الاحتياط لازم فرق اثنين تتاهل يعني لازم فرق اثنين سواء ما صرت قول ما قول لازم فرق اثنين اذا فزت فرق واحد تتجه اشواط اضافيه ومن بعد عيل مبروك مدريد تشامبيونز ليج مقدما وهذا السؤال أنا شوف نسق الثقة زينة ترى هذا دليل على مباراتنا مع تشيلسي لما أنشيلوتي صرح أن إحنا اللي ساعدنا الجمهور حماس الجمهور هو اللي ساعدنا إحنا دائما مع مدريد حتى سواء فاس وحالات إحنا ويا مدريد لكن للأسف مرات أخطاء دفاعية أهلي الدربك حساباتنا ومان سيتي والله أحرجنا مسك النص مسك كل مكان يعني نحتاج كاسميرو لكم الردة صراحة على يعني الهجوم مشكلتنا ردة الفعل ردة الفعل وايد قوية من مدريد مشكلتنا ما نبادر نقول برا الملعب ما نخوف الفريق ما نهجم ما نتكتك أول جولين أول 11 دقيقة تقريبا 10 دقائق دربك التكتيك كله بمجرد أخطاء دفاعية كرتوا لو شوية ما ستي مزودينها كرتوا راح يوقف دفاع مكثر ما ردوا الكور يعني ما صارت خلاص بس
سواني ولا مباراة ودية خلاص. مباراة احمد هذه استثنائية يعني، حتى الاخطاء اخطاء خط رباعي كامل والحارس كورتوا ما كان بيومه يعني، هذه كلهم اي ما كانوا بيومهم، فهذا شيء يعني تطلع باقل خسائر باربع اهداف و صح يعني. بس اخر مسجل ثلاثة تفضل صح. بس اخر نقطة لجوارديولا كان واضح انه يبي يفرق، لانه كان خايف من ردة فعل صح. مدريد في اخر فترة، مدريد عنده ريمونتادا تقريبا 80 فوق 80% واثقين فيها الجميع، وهذا تحليلات الكل، فعشان كذا كان مضايق انه كان يبي يفرق جولين ثلاثة، لانه هو يستاهل يقول اكثر. بس هو دائما يفكر بمباراة ثانية على ارض مدريد، مدريد ما هو سهل، ممكن يدربك حسابك اول نص ساعة ممكن صح. هذا احنا نتمناه، وان شاء الله يعدون الشباب. واذا فاق انا الحين اقول مبدئيا مبروك مدريد الفوز، لكن انتظر اخر الموسم. يعطيك العافيه، يعطيك الله يعافيك، الله يخليك، الله يخليك. طبعا احمد من المشجعين المتفائلين يعني، هو ما شاء الله عليه ترى من دور 16 موجود معنا. ايه من دور 16 كل التوقعات جايبهم صح، هذا صح، هذا المدريدي دائماً. المدريد اللي ما يتفائل في فريقه بصراحه ما يستحق انه يشجع ريال مدريد. انت ريال مدريد، انت زعيم اوروبا، انت الملكي يا حبيبي. جميل جميل تصريحك هذا. حسيت انك بيريز طبعا، حسيت انك اعطيتني خطاب تحفيزي يعني. المفروض انشيلوتي يدخلك على اللاعبين قبل مباراه الاياب لازم. وفي نقطه حلوه ذكرها، انه قال بيب يعني هو مدرك خطوره مباراه الاياب، يمكن لما كانت النتيجه 2-0 ومحرز ضيع الفرصه. أيوه. شفت ردات فعل بيب، كان معصب وايد، فصراحه يعني نقطه حلوه من احمد. واحنا بنرجع لمحور ليفربول، انت والمدريديه كل ما انا بنروح ليفربول. لا ليفربول اليوم يومكم، اليوم يوم اليوم الليله حمراء، اليوم ليفربول. انزين نسمع الاحصائيه اللي مذهبها لنا ابو طلال، يقول لك ان ليفربول لما يعني يكون فايز في المباراه الاولى من موسم 2001 2002 زين ما يطلع. الله، اخر مره سواها ليفركوزن موسم 2001 2002. وليفركوزن شنو كان؟ وصلنا نهائي، فعلا وصل نهائي وخسر من منه الزعيم الملكي. يعني بكل بكاء طالع لنا مدريد، بكل بكاء طالع لنا مدريد. زيدان مدريد يقول لك يعني لقب من الألقاب، يقول لك هو داوي مداوي جراح الفرق، اي فريق يعاني اللي داوي جراحه ريال مدريد. يا سلام يا سلام يا كابتن محمد. بس احنا نبي سؤال ليفربول. يرجع في ريال ولا ما يرجع؟ لا ما يرجع، ما يرجع في ريال خالصين. انتم كابتن عبد العزيز يرجع ولا ما يرجع؟ لا ما يرجع، ما يرجع، انتهت انتهت انتهت. شوف شخصيه البطل اللي تكلمتوا عنها هي شخصيه ليفربول، هي شخصيه ليفربول، هذه ليفربول. لما تبي تعرف شخصيه البطل شوف مباراة ليفربول. عدل عدل كلامك. وشوف مباراة باريس وريال مدريد الثانية الإياب، راح تعرف شخصية البطل. طبعا طبعا. مأيدني؟ مأيدك بطلان. بطلان يعني يحب بنزيمة، يعني أي شيء فيه بنزيمة بأيدك على طول. يقول لك بطلال دائما يذكرنا في التصريح، يقول مدريد، هذا بيب غوارديولا يقول لنا مدريد عندهم إدارة الإحباط. الله، مهما كان متأخر بالنتيجة يعرف يدير الإحباط اللي موجود. يمكن تصريح مدرتش يعني في مباراة تشلسي، يقول إن إحنا الجمهور أعطانا طاقة، يقول إحنا حسينا أنفسنا أموات بعد ما تقدم تشلسي في النتيجة يمكن 3-0، وحسينا نفسنا أموات، لكن مع دعم الجمهور كان حافز، مجرد ما سجلنا الهدف قدرنا ندير الإحباط اللي موجود. فمدريد يعني من الأندية اللي صعب إنك تسيطر عليهم. بالضبط، وأول 12 دقيقة يتسجل عليك هدفين من فريق بحجم السيتي، تخيل العكس. يعني مثلا نضرب مثال، فيا ريال مقول هدفين على ليفربول بأول 12 دقيقة، هل راح تهتز شخصية ليفربول؟ راح تهتز شخصيته؟ لا ما تهتز. ليش ما تهتز؟ لأنه يدري أن أنا إمكانياتي أفضل من إمكانيات فيا ريال، يدري بالإمكانيات. بس ريال مدريد وضعه في ملعب السيتي، والسيتي أفضل منه كعناصر، ويتقدم عليه بهدفين مبكرين، هني تبين الشخصية اللي احنا نتكلم عنها، شخصية البطل. البطل نكمل بعد الاتصال، ناخذ اتصال ونقول الو. الو، يعطيك العافية، مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور. منو معاي؟ جاسم وياك. ونعم ونعم جاسم، حياك الله. منو تشجع جاسم؟ لا انا فريقي مو باللستة النهائي. مو باللستة النهائي؟ شكلك مع ميرو. لا لا، ما ارسنال، خلنا على طول. ارسنال ساكين. لا لا، ارسنال كنا ربع ليفربول، فتفضل تاخذ الرابع ولا ما تاخذ الرابع؟ زين بطل مايك. والله ما على ما اعتقد راح ياخذون الرابع صح بعد مع نشوف مع على فوزه مع مانشستر، فوزه على فوز حتى يوم فاز على مانشستر، فاز على تشيلسي
يوم نطق الثلاث لعبات البايخه اللي ما لها معنى صراحه ما في امان. بس ليفربول بيفوز على توتنهام. اي عندنا لعبه مع توتنهام احنا مشكله المشكله مع ليفربول بيفوز عليهم مو يعني مع مو مع الكبار مشكله مع الصغار احنا ضيعت 9 نقاط وجيت بست نقاط صعبه ما لهم معنى نهائي يعني بالمخبك صح صح. شوف انا اقول على ليفربول مشكله حتى اقول حق الشباب ليفربول مشكله قاعد يغلد بروحه بكل مكان يعني امانه يعني ما شوف في نزله انا اشوف وجهه نظري يعني فريق يتعب نفسيا يعني يتعب اللي جابله صراحه يعني حتى الشباب لما بيتابعوا الليفربوليه طالعين بالديوانيه يطالع التليفون وطالع مباراه راهي اقول له والله راهي راهي بيد واحده يعني قاعد يلعبون ما يشوفون نيد ما يشوف والله العظيم فريق مالك صاير كذي ما ادري شلون هالمنظومه هذه حياد منظومه مو طبيعيه صراحه ما تبي نفسه تبي واحد تغرى بالفريق ماكو صدقت كلوب وعمل كلوب انزين من توقعاتك البطل الدوري؟ لا الدوري والله ما الدوري صعب يعني تشوف الدوري للسيتي لا صعب الدوري ما اقدر احكي ما اقول السيتي صراحه ما تقول السيتي والشامبيونز الشامبيونز انا اقول ليفربول الشامبيونز ليفربول والدوري السيتي مشكور انا بطلب منكم طلب تفضل ترى شوف انا برنامجكم اتابعه يعني تشرف وتحليلكم وايد حلو بس يعني انت ليفربولي حلو وعادل ليفربولي والاخ اللي معه اسمه يشجع مدريد يعني ترى المفروض انا اقول رايي الشخصي يعني وقبلوا مني ان شاء الله بصدر رحب يعني المحلل حالاته ما يكون واضح ميوله على اساس لا ينقهر الطرف الثاني يعني لا يعني انتم بين محللين هي مو كذي طبعا اول محلل اليوم يعني هم اكيد هم اشوف المحللين اكيد يعني ما يحللون وفق الاهواء هو اكيد يقول عن ميول لانه هو واثق بوجهه نظر يعني هو ما يقول انه يشجع الفريق الفلاني علشان إن حتى الاحصائيات ذكرتوني ايام برشلونه ومدريد بالعز ايام ميسي ورونالدو كانت كل الاحصائيات على كم مره قول براسي كريستيانو كم مره قول انا وعدك راح اشيلهم كلهم وراح ابقى انا الوحيد في البرنامج انا اي والله بس خلاص عافا حياك الله تقبل الله طاعتك لك العافيه منك نرجع المحور ليفربول كل ما نروح يمين تردوننا يسار على مدريد نرجع ليفربول بكلمكم هالمره عن ليفربول عن ماني تساوى مع دروغبا كاكثر اللاعبين لفارقه تسجيلا في مراحل الاقصاء ب 14 هدف فليتشاوي تكلم عن ماني سؤال قبل ما تتكلم هل ماني ممكن يكون منافس بالندور على بنزيما ايه ليش لا ماني وحتى محمد صلاح بس يعني محمد صلاح بهالموسم شويه متذبذب مستواه بس بالفتره الاخيره ماني ممكن عنده كاس افريقيا ايضا وصوله لكاس العالم ايضا صحيح هذا تشانس بالنسبه له بالمنافسه على البالون دور بس ومحمد صلاح في موسم قبل موسمين اعتقد كان يستحق البالون دور ما يكون بس من ضمن الثلاثه كان يستحق الجائزه وباستحقاق صح فماني قاعد يقدم مستويات جدا عالية مع ليفربول جميل كابتن محمد عندنا اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله تقبل طاعتكم منه ومنك منو معاي معاك مبارك الحسيني ونعم مبارك حياك الله بعد ليفربولي تو الناس قاعد تتشكك كل ليفربول وانت الحين تاك بعد بعد يا اخي ما يقول الليفربولي هم اللي قالوا مع الفريق هم اللي مرتاحين هالسنتين يعني الحمد لله انا مرتاحين صار لي 4 سنوات قول لنا مبارك عطنا بسرعه عطنا رايك سريع شي في المباراه باللي صار وتوقعك في اخر جولتين في الدوري ودوري الابطال اول شيء مساكم الله بالخير زين يمكن عندنا نقطه ثانيه لا بس هذه خلاص انا اسلم على فريق بس هلا والله مبارك كيف شخبارك طيب هلا كيف مبارك شلونك هلا الله يحفظك على شرعه ليفربول باسوأ مستوى له اخر شهرين وثلاثه كان تقريبا ضد السيتي وتعادل 2-2 ليفربول مو مشكلته انه هو يلعب ضد فياريال بس المشكله ان الناس قاعد يطلعون فياريال كاسم انت لا طالع كاسم والله فياريال انت قاعد ترد علي ولا شنو لا والله مو قارد عليك قارد على الناس كلها لا انا شنو بس خليني اقول لك بس خليني اكمل كلامي يلا تفضل اليوم فياريال لما وصل قبل النهائي انا مالي شغل باسمه ولا شغل فيلته انا شغل مستواه داخل الملعب فياريال طلع من مجموعه صعبه ما هي سهله وفاز على اليوفي وفاز على ميونخ بغض النظر شنو مستوى الفريقين
لكن اي فريق يوصل قبل النهائي هذا فريق صعب مو فريق سهل. بس مبارك وايد ناس يقولوا ليفربول محظوظ. كيفهم خلي يقولون اللي يقولونه هم صدقني ما يقول محظوظ. يقول لك بنفيكا فياريال ما هم المستويات يعني الكبيره. اوكي شنو ذنب ليفربول ان الفرق هذيلا صاروا قدام ليفربول؟ زين ليفربول قول لي محظوظ لما يفوز البطوله صح ولا لا؟ بس مو انت اليوم تقول لي ما في شيء صار انه يبين لك ان ليفربول محظوظ. بس وين مبارك وين نقطه الخلاف معاي؟ والله العظيم ومعاك. ها انت قلت محمد فلشاوي كله من عبد العزيز ورطك. ها يا كابتن انا قاعد اسلم عليك. سلم والله اسف والله ما سمعت. لا والله لان عزيز مسوي زعج والله ما سمعت. لا الباب فاتحين هناك مبارك. بالعكس لا والله ليفربول ما له ذنب. انا اتفق معك يعني ليفربول ما له ذنب باي فريق يواجهه. بالعكس يعني هذه قيمه ليفربول انه يتخطى هذه الفرق وليس نقصا منه. بالعكس هذه ما تقلل من قيمته وبالعكس وجوده في جميع البطولات كمنافس هذه يدل على شخصيه البطل. وهذا شيء قلته امس واقوله اليوم. احسنت. وبعدين اليوم في خبر طلع حلو. الخبر انا منعنشني للحين انك ان شاء الله بتجدد عقده. صح ما جدد شي. ما جدد بيجدد 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 ما جدد بيجدد ترى باقي على عقده سنتين اول شيء عشان بيجدد. هذه عندنا سنتين خليه يجدد. صدقني انا ان شاء الله انا شوف اتمنى ياخذ الدوري وياخذ جميع البطولات عشان يطلع. انا توقعي الدوري وايد صعب لان السيتي ما راح يفرط مباراه جدوله سهل يطلع عشان يبدأ. اول مره تشوفك متشائم يعني مبارك غريبه على غير العاده يعني. لا انا توقعي ان ليفربول بياخذ بطولتين من الثلاث اللي باقيين. حلو لان هذيلا بايده لكن مباراه نتائج السيتي مو بايده. وخليك من الحكي هذا يقول لك السيتي وتحت الضغط فريق ماخذ ثلاثه دوري من اربعه. اي ضغط اللي بيتاثر فيه بعد مدربهم جوارديولا من افضل السيتي. خذ تصريح يا عاد مبارك البورك اسمع خذ في تصريح حصري هنا خذها مني. اسمع السيتي راح يتعثر قدام ليدز. يلا خذ النقاط. يلا مبروك كرايلا. يلا مبروك مقدما مبارك. اثنين كنافه بالذبيح اللي عند ربيتكم مو كنافه ابي حاشي كم والله كم بس كلنا موجودين كل ليفربولية موجودين. بس والله العظيم كم بس يلا يعطيك العافية يعطيك العافية مبارك. مش اليوم وتنطر ليش. شكرا لك مبارك. عندنا اتصال آخر نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. منو معاي؟ الله يحييك معاك محمد. ونعم محمد. منو تشجع محمد؟ نعم مالك. هو انا مسي عليك على الكباس اللي عندك. مساك الله بالنور. مساك الله بالنور. الله طاعتكم جميعا. منا ومنك الغالي. كبداية يعطيك اياها باختصار ترى الموضوع وايد قاعد يصير عندك معارضة في خصوص مدريد وليفربول. صح كلامك. حلو. اي نعم. ليش ما نعطي جوارديولا حقه؟ يستاهل. اعطى حقه. نعطيه حقه تمام. اللي قاعد يصير الدوري الانجليزي رقم واحد رقم اثنين بالشامبيونز. عدل. اي نعم. وكذلك عندك في الكاس يمكن عشان نطلع من البطولة. حلو يعني انت تشوف ان بيب جوارديولا مظلوم اعلاميا خاصين منه ويستاهل انصاف اكثر. محمد في اتصال قبل شوي من واحد يقول توقعاتي حق مدريد بالايام مع مدريد. حلو نبي نسمع تصريحك محمد. انت شلون هو يعطي توقعاته بالايام حق مدريد وبنفس الوقت جوارديولا يلعب حق هالملعب وايد واعتقد نتائجه كثيره كانت إيجابية مع برشلونة. فعلي تشاوي مالي شغل. هذا تصريح محمد. محمد وجهة نظرك تحترم. أنت من تشجع؟ أقول لك خامس برشلونة أنت. هي والله برشلونة. شكرا. شوف يا محمد اسمع يا محمد أنت الحين قاعد تقول إحنا عاطفيين وأنت قاعد تتكلم بعاطفة. كتتكلم انا ما قاعد اتكلم عاطفه. انت ايش ما تعطون جوارديولا حقه؟ ما قلنا من جوارديولا كقيمه فنيه. ما تكلمنا عنه. تكلمت عن السيتي. ما شنو قلنا عن السيتي؟ احنا تكلمنا عن السيتي امس ترى اشدنا في السيتي. يعني عبد العزيز الكوت قال ان بيب جوارديولا احسن يعني في اداره المباراه لكن المشكله كانت باخطاء فرديه من اللاعبين سواء من المدافعين او سواء من العناصر الهجوميه اللي ما انهوا الفرص. فهو اشاد في بيب جوارديولا ونفس الشيء مع كابتن محمد. يعني هم لما سالنا عن تقييمهم لاداره بيب جوارديولا اثنينهم قالوا 10 من 10 وبيب اكيد يستاهل. طبعا اكيد. للامانه انت انا ما كنت موجود بالحلقه ولا سمعت اي نقاش صراحه يعني. محمد اخذ مني انا كلام. انا مدريدي. انا اقول لك جوارديولا من افضل المدربين على مستوى العالم تاريخيا. صح يستاهل. ايش رايك؟
وشكرا. أنا معاك. شكرا. وأتمنى غوارديولا يمسك ريال مدريد بعد. تتمنى هالشيء؟ والله أول مرة أسمع مدريدي. سكر والله العظيم. سكر الموضوع. سكر الموضوع. وعندي تغريدة. الله يعطيك ألف عافية على هالكلام. أتمنى حق مدريد أبطال. شكرا. هذه الروح الرياضية. هذه الروح الرياضية. صدمني صراحة. صدمني. شكرا شكرا لك محمد. يعطيك العافية. طبعا إحنا لضيق وقت البرنامج صراحة ما شاء الله اتصالات اليوم وايد. وأكيد نتشرف فيهم ونتشرف بكل شخص اتصل. ميرو عطنا انترو الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي كابتن محمد مثل ما تقول الموضوع صار شنو؟ خلط 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 طبعا خلط. الحين دش على الدوري الانجليزي. عندنا اليوم مواجهة منو؟ الله تشيلسي مانشستر يونايتد. مانشستر تشيلسي مع اللي ما يتسموش انت عبد العزيز. عبد العزيز نادي مانشستر يونايتد من الأندية الكبيرة مهما صار مهما حصل من ظروف صعبة. لا انا بكشوف الرأس حبيبي. يبقى له تأثير يعني على الرياضة. يبقى نادي مانشستر يونايتد نادي كبير. لذلك بوجه لك سؤال كابتن عبد العزيز. كان زمان كبير بقى. ده كان زمان. لا من له ماضي يعود. من له ماضي يعود يا كابتن عبد العزيز. تفضل. اليوم مانشستر عنده أمل. تقدر تقول أمل أخير. أخيري والله. إنه يصحح المسار. صحيح. ويحاول يعطي محاولة أخيرة. محاولة أخيرة وشانس أخيرة. إنه شلون تشوف المواجهة اليوم ما بين تشيلسي ومان يونايتد؟ أعتقد مواجهة صعبة. الفريقين يمرون بمشاكل. الفريقين تشيلسي بالفترة الأخيرة مع توخيل عنده أيضا مشاكل. فرصة لليونايتد إذا يبي يعود يعود على يعني مع فريق كبير مثل تشيلسي. ما أعتقد المباراة صراحة سهلة بتكون حق أي طرف. راح نشوف مباراة أعتقد نستمتع فيها خاصة عقب ليلتين حلوين في دوري الأبطال. إن شاء الله اليوم تكون مباراة حلوة نستمتع فيها بين اليونايتد وبين تشيلسي وجماهير الكل. اليوم اعتقد الكل بيتابعها لان ما في مباريات غيرها. يمكن مباراه كبيره غيرها. ممتاز ممتاز كابتن عبد العزيز. وبما انك يعني صراحه مو دائما تنصف مانشستر فراح اروح على كابتن محمد. تفضل كابتن محمد. انا حقاني والله. راقنك قال ان مشاكل يونايتد وايد كبيره وقال انه ممكن يتخلى اصلا عن 10 لاعبين وان تنهاج قدامه مهمه صعبه. شلون تشوف المهمه كابتن محمد؟ طبعا هو يتكلم بأمور مستقبلية بخصوص التعاقدات وتلميح للموضوع للبناء للموسم القادم وكذا. شوف احنا نتكلم اذا بنتكلم عن مباراة اليوم ترى مباراة اليوم ما يعني ما اشوف كفة يعني افضل من بس كفة. بس في غيابات مانشستر. غيابات وغيابات يمكن مؤثرة صحيح بس تبقى مباراة كرة قدم. ممكن مانشستر بدعم الجمهور وبملعبه ممكن يقدم لك مباراة العمر مباراة كبيرة. يعني احنا شفنا مانشستر قدم مباراة كبيرة ضد توتنهام. شفنا مباراة شفنا ايضا مانشستر ضد صحيح في عديد من المباريات في عديد من المباريات قدم حتى مع تشيلسي في الذهاب اذا ما كنت غلطان امام كان كارك المدرب وقدم مباراة كبيرة وتعادلوا بالضبط. مانشستر يبقى 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 نادي كبير رغم الظروف الصعبة اللي مر فيها. صح. طبعا احنا بناخذ جدول مباريات يوم السبت بما ان اليوم كابتن محمد اعطانا تصريحات خطيرة. حطوا لنا مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت خلينا نشوف هذه المباريات مثل ما هو موضح بناخذ توقعاتكم. نيوكاسل ليفربول كابتن محمد. صعبة. نيوكاسل فريق صعب وصاحي. صعبة والله. كم والله صعبة. كم تتوقع؟ ليفربول يفوز بس بصعوبة. ليفربول يفوز بصعوبة. كم النتيجة؟ يمكن 1-0. 1-0 تعادل عبد العزيز. 1-1 تعادل. 1-1 استون فيلا ونورويتش كابتن محمد. استون فيلا. كم؟ 2-1. 2-1 عبد العزيز. 2-1 نورويتش. 2-1 نورويتش. ساوثهامبتون كريستال بالاس كابتن محمد. 2-2. 2-2 كابتن عبد العزيز. 1-1. 1-1 واتفورد بيرلي كابتن محمد. اللي مغير مدربه تو جديد وكذا فممكن بيرلي الصحوه الاخيره هذه ممكن يفوز على واتفورد. يفوز على 1-0. 1-0 كابتن عبد العزيز. من احلى المباريات هذه ممكن تكون لان الفريقين قاعدين ينافسون على الهبوط. صح. فاعتقد وايد راح يتابعونها. اعتقد بيرلي يقدر يفوز. بيرلي يفوز كم؟ 1-0. انزين ولفرهامبتون وبرايتون كابتن محمد. هامبتون برايتون. برايتون كم؟ 2-0. 2-0 ولفرهامبتون. 1-0 ولفرهامبتون. ليدز مانشستر سيتي كابتن محمد. تعادل. تعادل. 1-1. انزين كابتن عبد العزيز. 2-0 السيتي. انزين مواجهه اللي هي تشيلسي ومانشستر يونايتد توقع كابتن محمد. تعادل. تعادل كابتن عبد العزيز. 1-1 يونايتد. 2-1 يونايتد. 2-1 تصريح خطير. ما حد فيكم توقع تشيلسي. علي انا بقول تشيلسي.
ناخذ الفقرة الأخيرة، الفقرة الختامية، yes or no بدون تأليف. yes or no. مثل ما احنا عارفين الفقرة الأخيرة yes or no، نسأل سؤال وتجاوب yes or no بدون تأليف بدون تبرير بدون تحليل. يا عبد العزيز ريحتك اوكي. ليفربول اقوى فريق في حال اقوى فريق في اوروبا حاليا كابتن عبد العزيز؟ نو. كابتن محمد؟ يس. ليفربول سيفوز على فياريال في الإياب كابتن عبد العزيز؟ يس. يس. كابتن محمد؟ يس. كلوب افضل مدرب في العالم حاليا كابتن محمد؟ يس. عبد العزيز؟ يس. السيتي افضل من الريال لليفربول في النهائي كابتن محمد؟ السيتي افضل لليفربول؟ يعني بالنسبه لليفربول اسهل السيتي. شو السؤال؟ من اللي حاط صح؟ بطلال مالي شغل. مالك بطلال؟ تعال. نو. نو. يس. يس. اوكي. بنزيما سيحقق الكرة الذهبية كابتن محمد؟ يس. عبد العزيز؟ سي. سي. تياغو افضل صفقة لليفربول في السنوات الأخيرة كابتن محمد؟ نو. كابتن عبد العزيز؟ يس. كانت هذه حلقتنا لكم، نتمنى أن كانت حلقة حلوة وخفيفة عليكم، ونتمنى أنكم استمتعتوا في المشاهدة، وأكيد يعني كانوا معانا محللين الكرام عبد العزيز الكوت ومحمد الفيلتشاوي، يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.